رجعنا معكم في لوبسيرفاتوار ايكونوميك اوروب افريك ليميسيون. مرحبا بكم. نذكروا الساده المستمعين اللي معنا نخبه من المختصين في الاقتصاد. اليوم معنا في استوديو السيد فؤاد قديش، بريزيدون دو كونكت انترناسيونال و لو ديريكتور جينيرال داغريغول دي جاردان دو كارتاج. مرحبا بك سي فؤاد، شرفتنا ونورتنا في استوديو كاب اف ام. شكرا جزيلا بلقيس، شكرا على الدعوه. عيشك بخير. نتمنى لكم الناس كل انت والمستمعين وكل الستاف نتاع اكسبريس اف ام ان شاء الله مولدك مبروك. مولد مبروك. يعيشك سنين دائما. ونهنيكم على الفيو الحلوه ياسر اللي عندكم في كاب اف ام، حقيقه مانيفيك، وعلى العصيده اللي هديتوها لنا. بارك الله فيكم. ما ذقتيش على العصيده. تذوق. تعطيني رايك بعد شوي. سي فؤاد، كان تحكي لنا شوي على كونكت انترناسيونال للمستمعين الشباب اللي ما يعرفوش شنو هي كونكت انترناسيونال بالضبط. كيسكو فو فيت اكزاكتومون؟ كان مش نحكيه على كونكت انترناسيونال، مش نحكيه على كونكت اللي هي منظمة الأعراف، هي الدافع على الأعراف بصفة عامة. دونك على رول سانديكال. كونكت انترناسيونال كما اسمها يجسم، هي لا هي بالانترناسيونال، دونك سي لي ستركتور اكسبورتاتريس، سي لي انفستيسمون ديريكت اترونجي، وتحاول تدافع على المصدرين وعلى لي زانتيري نتاع المصدرين، الموردين، لي انفستيسور. عندنا علاقات كبيره مع غرف التجاره الميكست. هذايا دور كونكت انترناسيونال. سي انتريسون سورتو في الوقت الحالي اللي تعيشو تونس. بيان سور نحاولوا نلعبوا زاد الدور نتاع الدبلوماسيه الاقتصاديه اللي فما تناسي المصولات الدور المهم جدا هذايا، هكا علاش كونكت انترناسيونال معروفه بتنظيمها العديد رحلات العمل الى القاره الافريقيه، توا الى اوروبا، زاده الى امريكا ديرنييرمون. دونك دورنا زاده دورنا باش نحاولوا ننظموا ملتقيات من نوع هذايا باش نعطيو اكثر حظوظ للمصدرين والمستثمرين باش يكونوا متواجدين في البلاد. Bravo, vous faites un excellent travail. Vous êtes très dynamique à l'international. Entre comme une mission ou une mission. La dernière mission à Malta, à Malte. Quand il part aux États-Unis. واللي بعدها باش تكون في بلاد نعتبروها من البلدان اللي لي زانديكاتور نتاعها الكل باهين، اللي هي تشيكيا. باش نستغلوا الفرصه باش انا وزميل من المكتب التنفيذي باش نكونوا في بلغاريا في صوفيا دو 6 و 8. دونك الميسيون هذايا باش تعمل دو 1 او 6 نوفمبر. وهذايا دعوه لكل اللي يسمعوا فينا باش كان عندهم اهتمام بالسوق هذايا كي ان مارشي تري بروميتور، كو سوا الامبور كو سوا الاكسبور كو سوا ليشانج لو ترانسفير دو تكنولوجي، راهو بلاد مهمه برشا. بلاد البي بي نتاعها 238 مليار دورو، سي كونسيديري كوم بلاد نمرو 30 في الكلاسمون تاع لي بي لي بلو ريش دو موند. نحكيو على لوروب دو ليست راهو. اي نحكيو على لوروب دو ليست اللي تشيكيا سور ان بو دو لو. تشيكيا عندها بليزيور اندوكاتور في الاخضر، عندنا علاقات تاريخيه ونعرفوا شيء هذايا تشيكوسلوفاكيا واش كان صاير ما بين تونس وتشيكوسلوفاكيا. صحيح. دونك نستغلوا الشيء هذايا كما استغلني له في افريقيا. انت تحدثت على لي ميسيون اللي تعدى، ونحكي لك نحكي لك على ميسيون نتاع موريتانيا زاد اللي تعملت 2022، نحكي على الميسيون نتاع السنغال اللي تعملت في ديسمبر 2021. بعد الكوفيد حاولنا نرجعوا رجعه قويه، وهذا بفضل رجعت ورجعه قويه انتم. ليكيب بيرمانونت نتاع كونكت انترناسيونال اللي نشكرها، ونشكر المدير التنفيذي سي بلال اللي قاعد يخدم في خدمه خارقه للعاده. نشكرو سي بلال، يفي ان ترافاي روماركابل. انا جو لو كوني اون بيرسون. وليكيب اللي معاه زاد شيما و مدام سلمى اللومي زاد لا فيس بريزيدون. سلمى ما فيس بريزيدون، إلي فريمون اكسيبسيونيل، إل سور دو لو. وي سي فري، إل سور دو لو، سي اون فام روماركابل، سي ان اكزومبل ا سويفر، المرأة التونسية الفعلة. هذا هو النجم نقولوه. احنا قبل ما نحكيو على لا ميسيون نتاع الريبوبليك تشيك، خلينا نحكيو شوية على تونس، على الوضع الاقتصادي الحالي. عجز تجاري، شنو أحوال الصادرات، الواردات، شنو هي الإجراءات أو السياسات الاقتصادية اللي يلزمنا نتخذوها في وقتنا توا حسب رأيك؟ بلقيس أنا نحيي فيك حاجة، اللي ما تحبنيش نكون بيسيميست. لا ما نحبش الحقيقة. سخت نحاول مانيش. وما مالوريزمون مازالوا كيخرجوا لي شيفر نتاع الي ان اس نتاع 31 أوت 2022. بون. فما ان انديكاتور دو تاي اللي هو لو تو دو كوفرتور. تو دو كوفرتور باش اون باناليز معناتها الحكايه بالنسبه للمستمعين، معناتها قداش صدرنا وقداش وردنا. أي. البورسنتاج اللي احنا العاده العاده قبل الثوره كان في ما بين 75 80. هذا قبل الثوره. قبل الثوره. بعد الثوره معناتها نعطيكم نتاع 2020 وصلنا 72. 21 كنا في 73.9 نقولوا 74. اول مره في 2022 نخلطوا التو اقل من 70 اللي هو
68.6 جيسبير دو فون دو كور نتمنى نتمنى انه نكملوا العام نحاولوا نرقعوا وما نكونوش اقل من 70. اقل من 70 راهو انديكاتور خايب حتى ليزانستونس انترناسيونال. دونك وصلنا لان تو دو كوفرتور معناتها الصادرات اللي عملناها ما غطاتش الواردات اللي عملناها، وهذا في الخضم هذا الكل نشوفوا اللي رغم اللي طورنا في الصادرات، الصادرات طلعوا ب 24.4% ما بين اوت 21 واوت 22. بار كونتر الواردات طلعوا ب 34% وهذا شيفر الارمون. داكور. علاش طلعوا؟ شنو هما لي برانسيبو فاكتور؟ فاكتور فما السيكتور نتاع نعرفوا القمح وتوسكي اغرو طلع بالكدا في اللي الكور مونديال طلع. فوالا. فما زاد توسكي انرجي طلعت دون مانيير اسي بروبونت. دونك تحدثوا الاوساط السياسيه على شويه ماكله نتاع قطاتس وشويه شيمي وشويه برودوي كوزميتيك. انا نعتبر اللي لا ريزون برينسيبال سي با سا، معناتها راهو يلزم نفهموا ويلزم لي كونسيي نتاع اعلى هرم السلطه يفهموا اللي فما توا العالم ولا قريه، ولينا قريه معناتها في القريه هذه فما حوايج واضحه وفما سكون ابيل لو جوندارم دو كوميرس انترناسيونال اللي هو المنظمه العالميه للتجاره الاو ام سي. الاو ام سي هذه كي نهارت انا نقول جو في انتردير ما عادش باش نجيب ماكله قطاتس. انا راني ما عادش باش نجم نصدر الزيت. ما عادش باش نصدر الهريسه. فورسيمون نعرفهم لي زانفورماسيون هذوما، يعطيك صحه كي تفسر هنا. سي لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس معناتها هذايا مندور نتاع الناس اللي في اعلى هرم السلطه انه يعرفوا اللي فما حوايج منهم هذه. الوضعيه خايبه. نحكيو على توت كوفرتور اقل من 70%، نحكيو على صادرات طلعت سيفري ب 24%، لكن كي نحلوا الارقام نفهموا اللي الصادرات راهي طلعت بارك الله فيهم ونشكروا رئيس الدوله خاصه اللي عاود مشى الترام تاع الفوسفات. دونك الفوسفات طلع بالكدا، نحكيو على فوسفات ب 75% معناتها ما بين اوت 21 واوت 22، ان تري بون انديكاتور. لكن الطلعه نتاع الاكسبور ب 24% في الارقام تاعنا هذه راهي ريالمون طلعه نتاع الفوسفات. الفوسفات نعرفوا اللي سومو الى يتي ملتيبلي بار 3، نعرفوا اللي الترام رجع يخدم حاجه باهيه للبلاد ونتمناه ونشكر الناس كل راهو النقابات والعوان نتاع الشركات اللي فما وعي اللي يلزم الماكينه هذه ترجع تخدم. لكن كي نحلوا الارقام معناتها 24.4% هذه لوغمونتاسيون دي زيكسبورتاسيون راهي جايه من الفوسفات برانسيبالمون، معناتها كي نشوفوا الحوايج الاخرى ما طلعتش برشا لي زيكسبورتاسيون وهذا نتاسفوا له خاطر فما قرارات صارت في قانون الماليه 22 نقصت من لي شونس دو ريوسيت. والقرار هذا نعرفوه الناس الكل وسمعنا به الفصل 52 اللي هبط في قانون الماليه 22 واللي ارغم اون فرانج اسي امبورتونت من الشركات المصدره اللي هما شركات التجاره الدوليه باش يوليو يخلصوا التي في ا ومن بعد الى ريستيتيو ا بوستيريوري. تحدثنا في وقت من الاوقات على 7 ايام و15 يوم، يبان توا نحكيو على 7 و8 شهور. احنا توا في اكتوبر ونعرفوا شنو رجع من ليزيكسبورتاسيون، فما برشا شركات كاريمون وقفت النشاط نتاعها، برشا شركات إلزون ديلوكاليزي مشاو لبلدان اخرى. جو نو با ترنير ليماج دو دو احنا القوه نتاع 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 التصدير نتاعنا راهو في الشباب، راهو وقت اللي تعمل المجلس الاعلى للتصدير عام 97 عطى افونتاج للشباب. والشباب اللي يسمع فينا اليوم نحبوا يكون طموح ويحبوا يفهم اللي راهو فما امكانيه باش نجموا نطوروا، ان شاء الله المشرع يفهم الشيء هذا. معناتها شركات براس مال 20,000 دينار اليوم تعمل في دي مليون دو دينار. Je suis le fruit نتاع لو كونسي سوبيريور دو ليكسبورتاسيون، عملت مرحله ثالثه في التجاره الدوليه وهذا بوان بارمي لي بوان اللي هبطوا في الوقت اللي تعمل المجلس اعلى التصدير في 97. دونك فورماسيون على الاكسبور امكانيه انه الشباب يحل شركه نتاع التجاره الدوليه براس مال 20,000 دينار. نعرفوا اللي شركات التجاره الدوليه ياخذوا لاغريمون نتاعهم من عند السيبكس ما ياخذوش من عند لابي، والمشرع وقتها عطاهم الامكانيه باش الكابيتال نتاع الشركه ما يكونش 150,000 دينار يكون 20,000 دينار. لقينا في الاطار هذايا كيما فؤاد قديش مشى حل شركه نتاع التجاره الدوليه صغيره وطورها وبدا يخدم على روحه وطلع سلم وكان طموح ان اكزومبل ا سويفر
يشرفني اني جيمي دي زون بوزيتيف للشباب. انا يشرفني زيد بارك الله فيك بوزيتيف سورتو لا ريوسيت كي كونكريت. معناتها انا نشوف جينيرال مانجر كي ريوسي بيان سا كارير بروفيسيونيل. الحمد لله الحمد لله مدام فما طموح واحنا اصلا في نقرة. فوالا دونك اون لا نوسيون دو كوميرس في دمنا. كي نمشيو لامريكا ولا نمشيو للمعارض في فرنسا ولا في المانيا ولا في حتى في افريقيا. في افريقيا راهو لو كابيتال كونا وقت اللي نقارنوه بالمغاربه ولا نقارنوه بالاتراك ولا نقارنوه بالشناوه راهو عندنا ان كابيتال كبير برشا. الله يرحمه بورقيبه راهو خدم خدمه باهيه برشا. لي كاسك بلو التوانسه اللي كانوا في الكونغو راهو خدموا لنا خدمه باهيه برشا. راهو عندنا دي زونتيسيدون هيستوريك اللي يلزمنا نركزوا عليهم ونخدموا خدمه باهيه. اللي قاعدين نلاحظوا فيه بعد الثوره فما تهميش للتصدير مع الاسف الشديد. تهميش كبير برشا. معناتها بدا بقوانين صغيره راهي ما تحت شيء. معناتها كي جاء في 97 يا خويا سيب اللعب اخدم صدر دخل الدوفيز للبلاد. دخل الدوفيز للبلاد هذاك الاوبجيكتيف نتاعك. فما شكون باش يعطلك في الديوانه ولا في البورت ولا في ستام ولا في كذا. معناتها شوفوا في الوضعيه اليوم وضعيه تاسف. معناتها بورت رادس ياسف راهو مع الاسف الشديد. قبل في وقت اللي فما المجلس الاعلى للتصدير فما رقم تاع تليفون يعرفوه المصدرين الكل 98 345 345. نقولوا مثالش خاطر هذا رقم عند عون من اعوان المركز النهوض بالصادرات. كي تكلموا قبل مش تورا. كي تكلموا قبل بعدها مشاكلك تحل اون ان كلان دوي. معناتها الشيء مربوط بالقصر. اوكي. انا اللي نتمناه انه رئيس الدوله وهذا نداء نوجهه من كفا فاهم انه يفهم اللي التصدير راهو سي لان دي موتور لي بلوز امبورتون فيما يخص تنميه البلاد. معناتها بلاش تصدير راهو ما عندناش مستقبل. ان نخموا باش نخفضوا في الصادرات سني با لا سوليسيون ا مون افي. À mon humble avis, et je suis dans le domaine depuis au moins 20 ans. Vous êtes l'expert du domaine, l'Arkik. فخر ليا انك تقول الكلام هذا. هو الحقيقه الحمد لله انا نرأس منظمه نتاع التنميه انها تحاول تعاون المصدرين. نشوف المشاكل نتاع المصدرين نسمع في حكايات ساعات نتاسف لها برشا. ناديو معناتها ناديو بالحق باش ما نقولوش تصير لفته خاطر احنا بيدنا قاعدين نحاولوا باللي مويا نتاعنا كبريفي باش نعملوا الدبلوماسيه الاقتصاديه باش نحاولوا نحلوا مشاكل لبعض المصدرين باش نحكيوا مع مركز النهوض الصادرات اللي هو مقيم اتونسيون في دار المصدر. دار المصدر راهو السيد رئيس المدير العام عملت معاه باساج الجمعه اللي فاتت. معناتها نحاولوا نتفاهموا اللي التصعيب العمليه نتاع التصدير كيما اللي هبط يا تروا جور. معناتها الكاب موديفيكاسيون صارت في لي دوكيومون اللي يجيبهم المصدر للفوبروديكس باش ياخذوا السبفونسيون نتاع الترونسبور. معناتها زدنا صعبنا فيهم. نطلبوا في سي اكس 5 ونطلبوا في نقولوا نعملوا ديجيتاليزاسيون ديجيتاليزاسيون نحكيو فوالا نسكاني لك لي دوكيومون بعد نجيبهم لك ناخذ عليهم دي شارج. معناتها سني با انا اللي نطلبوا انه يصير وعي انه المصدر يلزمو يتلهى باللي كليون نتاعو لبرا. انه يتلهى باش يلقى دو نوفو مارشي. انه يتلهى باش يشوف يعمل نيغوسياسيون تاع كور دو شانج باهي. ما يتلهاش وقته الكل في بنك يشوف في شيك بريافيزي او في ديوانه يحل فيها خاطر قالوا له اعمل ديكلاراسيون على المغازان كان الفلاني وما تعملش او على الجزائر باش يصدر يعيطوا المولى الشركه باش يجي. معناتها فما حوايج ابيرونت راهو ما تجيش. معناتها يلزم نسهلوا لونفيرونمون. انا قلتها ونعاود نقولها راهو التصدير عقليه. كان اعلى هرم السلطه ماهوش مقتنع اللي التصدير هذاك اللي باش يمنع البلاد رانا ماناش نخلطوا حتى شيء. وبالله بالله كان تسمح لي ماذا بيا هنا نوجه نداء اخر الكرونيكور بصفه عامه. معناتها نقصوا من الشعبويه نقصوا من لغه هذا المصدر قاعد يصدر ينحي من فم التونسي ويعطي الفم الاجنبي ولا سيدو الاجنبي. نحيوها اللغه هذه. راهو العالم ولا قريه. راه ولا قريه كبيره. راهي تبدلت المعطيات الكل. رانا ناخذوا في الطيارات ونمشي ونشوفوا ونسافروا ونخالطوا نشوفوا اللي العالم تبدل. العالم تبدل واحنا مازلنا بالعقليه نتاع ليه كيفاش باهي اليوم سيدي يعني ما صدرتش. او نعطيك انديكاتور اليوم عندي 112 جور دامبورتاسيون لو 29/9 نهار 29 سبتمبر عندي 112. انا دخلت العام 1 جانفي عندي 133 يوم. يعني خويا نلقى دي ديفيكولتي باش نجيب السكر، نلقى دي ديفيكولتي باش نجيب الزيت، نحكي على الدولة. نلقى دي ديفيكولتي باش نشري الفارينة ولا القمح أو ميور بري. دونك يلزم العباد تفهم اللي المصدر راهو جندي من جنود البلاد هذيا. كيما الجنود اللي عندنا في الشعامبي عندنا جنود في الطيارات وفي أصقاع أفريقيا قاعدين يحاولوا يعرفوا بالمنتوج التونسي ويحطوا فيه ويدخلوا به في عملة صعبة للبلاد. هذيك هي الدبلوماسية الاقتصادية الفعلية. يعطيك الصحة. هذيك هي الفعلية. هذي
اللي بيش يمنع البلاد وهذا اللي بيش يرجع التوازن بالنسبة للبالانس كوميرشال وبيش يعطي أرقام تخول باش تونس ترجع في كما كانت قبل باش موديس تعطيها اون بون نوتاسيون باش لي بايور دو فون يمنوا بالسياسة متاع تونس وهذا ما نجم يصير إلا ما المشرع يفهم اللي تصدير أولوية اللي تصدير عقلية اللي لونفيرونمون ديريكت نتاع المصدر يلزم نسهلوا له الدنيا اللي بورترادس يلزم تحل المشاكل نتاعو في اسرع وقت اللي ريغلومونتاسيون دو شونج اللي حكى عليها سي مروان العباسي نعرفوا ليه باش يمشي نهار الاثنين لامريكا معناتها وموعدنا معناتها في جويليا باش يحل لنا برشا مشاكل نتاع ريغلومونتاسيون دو شونج اللي لازم تبدل باش التونسي ينجم يمشي يعمل دبو في 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 ابيجان ويعمل دبو في دكار ويمشي للدولا وياوندي وينفستي غاديكا باش يحرك العجله وباش ما يفكرناش بلايصنا راهو بعد العشر سنين هذوما نتاع الثوره رانا ضيعنا برشا بلايص في افريقيا في افريقيا راهو دخلوا في بلاصنا بلاصتنا اشقاء مغاربه واشقاء والاخوه الاتراك وشناوه وتوا معناتها نحكي الناس كل عندها ان انتري بور لافريك اللي احنا كانت عندنا الاولويه يا بلقيس راهو معناتها احنا اونيتي لي بيونيي في الافريق وقت اللي نقول لك اليوم اللي اول بنكه افريقيه تعاملت في افريقيا عملتها بنكه تونسيه اللي هي سوني بنك حلتها مش لازم نقولوا باش نعملوش بيبليسيتي وما سوني بنك راهي بنكه تونسيه حلت في نيجر اللي اليوم نجي نلقاو البنوك اللي مهيمنه بنوك مغاربه وصح عليهم معناتها عرفوا كيفاش يخدموا وواصلوا الخدمه نتاعهم وكانوا عندهم دعم استغلوا الفرصه نتاعهم الملك يمشي معاهم يقعد شر يهز المؤذن ويهز فرقه الموسيقى ويطيب ويوكل احنا يجي احكي له على اي حكايه نتاع بروموسيون ولا نتاع دعم كانك معناتها نسمعوا في برشا الشعبويات وماناش فاهمين وين ماشي البلاد بالطريقه هذه هذايا لو ريزولتا نتاعو 112 يوم امبورتاسيون الريزولتا نتاعو نهبطوا تحت 70% اكسبورتاسيون انا اللي نتمناه انه الشباب نتاعنا يفهم الشيء هذايا خاطر مش نحكيو كان على الكوره ولا على السينما ولا على يفهم ان بو لي شيفر اون ايسي دو فولغاليزي لي شيفر وما راهو التوانسه رانا عنا مازال عنا الوقت مازال ولو بوتونسييل عندنا الوقت وعندنا لو غران بوتونسييل باش نجمو نخلطو نعملو حوايج راهي ميراكولوز معناتها سكسيس ستوري موجودين ومازالو باش يتوجدوا. يعطيك الصحه سي فؤاد. خلينا نحكيو شويه على البي بي نتاع الريبوبليك تشيك اللي هي سيتان باي دو لوروب سنترال عندهم ستابيليتي ايكونوميك اكس تشيكوسلوفاكي ولكن هما معناتها عندهم un PIB qui n'a pas cessé d'augmenter de 60% de 1990 حتى اليوم. اليوم PIB نتاعهم نحكيوا على 238,73 مليار يورو. PIB par habitant c'est le 7e pays. معناتها كي نحسبوا لا population على معناتها نحكيوا على 22,304 يورو par habitant. معناتها سي كلاسي 7e. سي ان شيفر كي بارل تو سول معناتها كي نحسبوا ما نحسبوش بار ابيتون نحسبوا بي بي دونك سي لو 30 بي لو بلو ريش دو موند 30 معناتها اللي حبيت نقوله الاخوه اللي يسمعوا فينا واللي انتريسي بالديستيناسيون هذه اللي سي ان غران بوتونسييل نجموا نلقاو دي بارتنير نجموا نعملوا شراكات وهنا دور كونكت انترناسيونال تحاول تلعبوا باش تكون du 1er au 6 novembre. Du 1er au 6 novembre. Bientôt, معناتها قريب قريب. Très 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 proche. On est fait comme très actif. تحضروا بلي قديه قاعدين في المشي هذا. Il le faut surtout qu'on a essayé après la Tchéquie اللي عندنا علاقات كيما باهيه كيما تعرف مع بلغاريا انا وواحد من المكتب التنفيذي باش نمشيو لصوفيا عندنا كونفونسيون دو بارتناريا مع غرفه التجاره البلغاريه باش نصححوها وباش نحاولوا نشوفوا نحضروا ميسيون بوتيتر 2023 البلغاري. يعطيكم الصحة. وعلاش اخترتوا بالذات لوروب دو ليست؟ لوروب دو ليست نعرفوا اللي البلدان هذيا تشبه لنا في حجمها في عدد السكان في كيما مشيت مالطا راهو مشيت مالطا علاش مشينا لمالطا؟ حبينا اونتروتر سمعنا اترافير اخيان عندهم شركات غاديكا اللي فما برشا ديزازياتيك جايين يخدموا حتى في الـ في الـ في, الـ في النزل دي سيرفور دي ريسبسيونيست ما يعرفوش حتى يحكيو بالكدا بالانجليز. اي قول واحنا ولادنا قاعدين يرميو في رواحهم في البحر. اي ومالطا هاي هون هاي في الدوره. مالطا هاي هنا وعندنا علاقه باهيه مع السفير المالتي. أي. علاش ما ناثروش الشباب نتاعنا واحنا هنا في على فكره سفير مالطا احنا عملنا ايديسيون سبيسيال بشراكه مع كونكت انترناسيونال ايديسيون تنجموا تلقاوها على www.ecobser.com ولكن قبل هذايا نمشيو فلاش امبو انفو سامحني وانا راجعين. في تونس بجمهورية تشيك السيدة يسرى سويدن
عسلامه. عسلامه ومرحبا بك سعاد السفيره، ان شاء الله مولدك مبروك. يعيشك، مولد مبروك لضيوفك، يعيشك الكوينسه الكل في الداخل والخارج، سنين دايما ان شاء الله بالخير لبلادنا واولادها. يعطيك الصحة. سون اكسلونس، vous avez fait la une de l'Observatoire économique في الفيرسيون برينت، نورتنا وشرفتنا في راديو كاب اف ام. اليوم باش نحكيو على تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين دولة التشيك وتونس. في هذا الإطار معنا سي فؤاد قديش معايا سوغ في استوديو يسمع فيك. أهلا بيك سعادة السفيرة، يعيشك بارك الله فيك، ونحييوك على العمل والنضال اللي قاعدة تعمل فيه. يعيشك نستنيكم في براغ ان شاء الله قريب. ان شاء الله عن قريب. سعاد السفيره كيما حكينا في الفيرسيون برينت، كان تحكينا شويه على الشراكه الاقتصاديه بين زوز بلدان، سورتو اللي انت توا في نقل مباشر من براغ، شنو الجو غاديك؟ احنا عندنا صيف لهنا. هنا خريف والدنيا بارده، سي دونك قربنا للشتاء، احنا هوني اقرب للشتاء. ما نجيبو كباب سعاد السفيرة. اكيد اكيد لازم تاخذوا احتياطاتكم. والمناخ الاقتصادي كيفاش؟ يمكن هي هذه اهم حاجه نجمو نحكيو فيها، انه تونس وتشيكيا تربطهم علاقات صداقه تاريخيه تسمت ديما بالاستقرار والثقة المتبادلة. وتونس الحق لحد اليوم معناها بفضل خدمة كبيرة تخدمت من السفراء المتعاقدين على السفارة ومن الهياكل اللي كانت موجودة هنا، تونس تحظى بصورة جيدة جدا كبلد يعني مستقر ومتوازن، وفما عديد نقاط التشابه كما ذكر في فؤاد قبيله، انه هما ديدهم يعني عاشوا التجربه نتاع الانتقال الاقتصادي والانتقال السياسي والاقتصادي في نفس الوقت بعد الثوره المخمليه اللي صارت هنا في 89 واللي ادت الانفصال تشيكيا وعلى سلوفاكيا في 93. دونك هما اقرب لنا من حيث الحجم نتاع معناها عدد السكان، من حيث الميزات الاقتصاديه، وحتى من حيث يعني التجربه السياسيه والاقتصاديه. فهذه كلها عوامل يعني تسهل التعامل مع البلاد هذه. حاجه اخرى، نقطه اخرى مهمه برشا، انه معناها البلد هذا هو يعتبر من البلدان الاوروبيه المحوريه في دول اوروبا الوسطى، في وسط اوروبا، من ناحيه يعني الموقع الجغرافي نتاعو والكونيكسيون اللي عنده، يعني الارتباط بالسوق الاوروبيه. هو عضو في الاتحاد الاوروبي من 2004 وتوليت رئيس الاتحاد الاوروبي في 2009، وحاليا هي تترأس مجلس الاتحاد الاوروبي في السداسي هذا. يعني ثم عديد لي بوان داتراكسيون معناها اللي نجموا يخليوا الاهتمام التونسي هذايا بتشيكيا عنده تفسير، وخاطر يعني ثم عديد الفرص اللي موجوده. عنصر اخر يمكن مهم برشا هو وجود يعني كما نقولوا احنا لاباز جوريديك موجوده. يعني ثم عديد الاتفاقيات، اهمها اتفاقيات في مجال منع الازدواج الضريبي، تشجيع الاستثمارات، اتفاق شراكه ما بين السيباكس وديوان تنميه الصادرات، عفوا هيئه تنميه الصادرات التشيكيه، اتفاق تعاون اقتصادي شامل تعمل في 2009. وفما يعني زاد حاجه يعني تخي ديناميك كي غفلات زاد الديناميزم دو سيكتور بريفي تونيزيان، اللي هي مجلس الاعمال المشترك اللي تعمل في 2016 سو لو بيلوتاج دو كونيكت انترناسيونال. دونك هذوما كلهم معناها دي باز اللي يخليونا نقولوا انه الوقت حان، وحان جدا، باش يعني نخرجوا من دائرة الزون دو كونفور اللي مستانسين بها يعني كأوبيراتور ايكونوميك توانسة، ونتوجهوا للدول هذه لأنها فيها ديزوبورتينيتي كبار، ويلزم نستثمروا العلاقات هذه اللي موجوده كما قلت لك، ويلزمها تتعدى المرحله، معناها توا يلزمها تتعدى المرحله نتاع المنفعه المتبادله، نتاع الشراكه المبنيه على المنفعه المتبادله. يعطيك صحة سي فؤاد قديش. نوافق اللي قالته سعاده السفيره، وحقيقه نشكرها شكر خاص على المجهود اللي قاعده تعمل فيه باش تلمع صوره تونس في تشيكيا. حتى انا نشكرها برشا. Vous pouvez trouver l'intégralité de l'interview sur www.ecobser.com. La version print موجوده في الكيوسك زاد. في الاطار هذا
نتفرج في الأخبار باش ندعم كلام سعادة السفيرة. صار اجتماع في براغ نتاع 44 البارح يذولي كان يغالي تصلحني سعادة السفيرة. لا صحيح دونك كان اجتماع نتاع أوروبا كاملة في براغ باش نعرفوا الأهمية نتاع البلاد هذية ودورها في الاتحاد الأوروبي. نتصور اللي يلزم نشمروا على ذراعاتنا ونخدموا. فما مجالات كبيرة كما قالت سعادة سفيرة مجلس الأعمال التونسي التشيكي هذا ينجم يكون إطار كما حكينا بكري على المجلس الأعمال التصدير يلزمنا نعاود نفعلوه. يلزم الماكينة تعاود تخدم معناتها. هذوما كلهم أطر موجودة فما نساء ورجال خدمت في الماضي ماذا بينا الناس اللي عندها المسؤوليات تو تتواصل في النسق هذايا وتفهم وتعطي الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية الأولوية للتصدير اللي هو مستقبل بلادنا مستقبل أولادنا. إذا الناس الكل معناتها فما اون بريز دو كونسيونس نحسوها ونحاولوا ندزوا في اتجاهها باش نجموا ننجحوا باش نجموا نلقاو بلاصتنا وسط الأمم. العالم راهو ولا قرية وساعات السفيرة تحكي على تشيكيا واحنا اهتمامنا اهتمام كبير ياسر بالبلدان هذوما كسوا لا تشيكي كسوا لا سلوفاكي لا بلغاري هذوما بلدان اللي بالحق نجموا نلقاو معناتها باش تمشي تعمل شراكه مع دي ماستودون كبار برشا. مش لازم نذكروا امثله باش ما نعملوش سامحني في الكلمه ساعات السفيره انسيدون ديبلوماتيك ما نحبوش ما نحبوش سيرتو احنا بالنسبه لي احنا واعيين اللي مع البلدان كما هذم فما مجال كبير نتاع تعاون نتاع تبادل الخبرات نتاع شراكات نجموا نستغلوها على افريقيا وهنا دور كونكت بصفه عامه انه يعمل تريونغولاريزاسيون ما بين لي زوكسيدونتو و لي بيي افريكان. الناس الكل مهتمه بالافريك. اتيكاد تعاملت يا كلكو سومين في تونس اليابانيين جاوا بالثقل نتاعهم حبوا يعملوا من تونس اون بلاتفورم. نعرفوا متاكدين اللي لي تشيك لي سلوفاك لي بلغار عندهم نفس النظره لتونس هات نستغلوها بنسانا برجالنا بحسن الدرايه بال 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 بالوعي انه القطاع الاستثماري والتصديري راهو مهم برشا لبلادنا ويلزمنا نثنيو الركبه ونخدموا عليه. يعطيك الصحه سي فؤاد. معالي سفيره اليكم كلمه الختام. جد حبيت نقول اللي الكلام اللي كان يقول فيه سي فؤاد مهم برشا. براغ كانت فيها الأسبوع هذا القمة نتاع المجموعة الأوروبية أو ما يسميوها أوروبا الكبرى جمعت يعني 27 ومعهم 17 دولة. الهاجس الكبير هو كان قضايا الأمن والتنمية أزمة الطاقة أزمة الغذاء هذه كلها يعني معناها مشاغل وهواجس يعني المجموعة الدولية كلها. لكن الهاجس الكبير عند المجموعة الدولية كلها كيفاش الأزمة هذه نخلقوا منها فرص يعني باش ما نكفوش عندها لازم كلها نخلقوا منها فرص. ولذا علينا نحيي يعني الخطوة الهامة اللي يخذوها مجلس الأعمال التونسي التشيكي في أنهم يحييوا المجلس وكونكت تنظيمها المهمة هذه اللي باش تكون يعني مش مهمة مقتصرة على براغ برك باش تزور حزيدة مدينة برنو اللي هي تعتبر سيليكون فالي دو لوروب سنترال فيها عديد الشركات في مجال التجارة الإلكترونية والأمن سيكوريتي انفورماتيك دونك فيها مجالات واعدة ومتنوعة اللي باش يمشيوا لهم يعني باش يمشيوا مباشرة انه يعملوا زيارات ميدانية باش يشوفوا فرص الشراكة زاد نهار 2 نوفمبر باش يبداوا زيارة نتاعهم بفوروم ايكونوميك باش تحتضنوا وزارة التجارة والاقتصاد التشيكية. واحنا في هذا الكل بالطبيعة قاعدين نسقوا ديما مع سفارة تشيكيا في تونس زاد نحيي هنا صديقي سعادة السفير يان ديشيتال هو من ناحيته يعني فريق العمل نتاعه وكما فريق العمل نتاعنا في سفارة تونس في براغ كلهم يتبعوا مع كونكت انترناسيونال. نحيوه حتى احنا كان ضيف لوبسرفاتوار ايكونوميك اوروب افريك في الفيرسيون برينت وفي الفيرسيون ديجيتال تلقاو على www.ecobser.com. نحيي سعادة السفير ريبوبليك تشيك في تونس. فوالا هو جدا من ناحيته قاعد يخدم على انه ندعموا المبادلات التجاريه هذه لانه معناه من مصلحه الطرفين انها تكون تشهد يعني نقله كبيره على خاطر حاليا فما يعني مبادلات هامه والحمد لله انها في صالحنا يعني لحد الان فما نسبه تغطيه فائض لتونس فوق 150% لكن ماذا بينا اكثر
لانه فما اكيد فرص موجوده اللي لازم نستغلوها، ولازم نستغلوها لفايده تونس ولفايده معناها التصدير نتاع الشركات نتاعنا. سيباكس يعطيهم الصحه، والفيبا هما معانا زاده في المهمه هذه. سيباكس حتى يعني عطاتنا دعم مادي للميشن هذه ان شاء الله اللي باش تصير في نوفمبر. يعني الاطراف كلها واعيه بالاهميه نتاع انه ننوعوا الشركات، وانه الازمه اللي هذه تلوح في الافق كازمه غذائيه او ازمه طاقيه، الناس الكل نحبوا نحولوها الفرص ونلقاو شركات جديده من كسوة من ناحية تونس أو من ناحية حتى البلاد هذي. هما زادا مادين يديهم لأنه بالنسبة ليهم تونس اقتصاد واعد، ديمقراطية ناشئة، شريك اقتصادي يحظى بثقة. فهذا الكل نصور يعني دوافع تدفعنا باش إن شاء الله نزيدوا نخدموا على تعزيز التبادل التجاري وحتى الاستثمار، جلب الاستثمارات التشيكية لتونس على شلبي. يعيشك بارك الله فيك سعاد السفيرة، يعطيك صحة على المداخلة تريز انريشيسانت، وإن شاء الله معناتها نتابعوا زيد الميسيون اللي ماشية فيها كونيكت انترناسيونال دو برومي أوسي، وحنا نكونوا بربط مباشر من غادي ونفيدوا السادة المستمعين ومستمعي كاب اف ام بالمستجدات بخصوص الميسيون هذايا. نشكركم سعاد السفيرة، يعطيك صحة، إن شاء الله موتك مبروك أونكور أون فوا. شكرا سعاد السفيرة، شكرا شكرا، ميرسي بوكو، سلامة، عايشك. رجعنا سي فؤاد. سعاد السفيرة ماشي معنا، وما باش نقول حاجة، لو بارتنريا بوبليك بريفي نلقاو في مشاكل في لابليكاسيون دي تكست دو لوا في تونس، وهذايا من الحوايج اللي خلات قطاعات كيما قطاع الطاقة وكيما لي زينرجي رونوفلابل ما يلقاوش حظهم، وممكن نعانيو اليوم معاناة كبيرة برشا، وباش نزيدو نعانيو. جيسبر اللي البي بي بي هذا ما بين البريفي اللي يتمثل في كونكت وساعات السفيره والسلط اللي يتمثلوا في الدوله يكون ناجح على بلاد كيما تشيكي. ان شاء الله تكون اون ميسيون ريوسيت، فما كل لي زانغريديون بور كي ريوسيس. نعاود نجدد الفرصه، معناتها مازال عندنا بعض الاماكن مش برشا اللي مهتم في الكابون ولا من مستمعي كاب اف ام باش يكون معنا. عندنا الباج فيسبوك، عندنا الانستغرام، عندنا اللينكدين، ينجم يتصل بينا وبالإكيب نتاع كونكت انترناسيونال ويكون معنا في البحث هذه. Je ne peux que vous souhaiter un bon courage pour la mission. C'est très gentil. Inch'Allah, معناتها في حلقة أخرى تكون في حضر معنا باش تحكي لنا على لي ريوسيت نتاع كونكت انترناسيونال. À tout moment, ونشكركم شكر خاص على رحابة الصدر وعلى الجو السمباتيك اللي خالقينه في كاب اف ام، وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة سي فؤاد. نمروا مع سي حسن بالي اللي هو عارفي قاعد بحذايا من بكري ما سون دير ان مو. سي حسن بالي مرحبا بيك. ذقت العصيده اللي جبتها انا ولا لا؟ بلقيس، قبل كل شيء معناتها نحب نقول مولدكم مبروك لكافة مستمعين كابي فيم، ونقول لكم ليكم انتم مولدكم مبروك. وتوا الحكم على العصيده هذه سي فؤاد نشوف فيه تبارك الله، معناها مش مقصر، معناها فهمت. انا باش نذوق اون ديريكت، باش نذوق اون ديريكت. ما فيهاش برشا سكر صحيه لايت، وبالحق مع اكيد اللي خاف على السكر. فيليسيكسيون، فما ازمه نتاع سكر، ما حاجه ما لقيتش سكر. بنتي عملت العصيدة لا سيزون، عملت العصيدة أول مرة لا ريوسي. فيليسيتاسيون لينا، فيليسيتاسيون. وحنا زيد باش نقولوا فيليسيتاسيون زيد لولد سي حسن بالي، لا ريوسي أوسي مي مش في العصيدة، لا ريوسي سي زيتود، نجح في السوتونونس نتاعو افيك بريو، دونك فيليسيتاسيون، إن شاء الله مبروك. يعيشك بارك الله فيكم. كان سيد المخرج يحط لنا مبروك مبروك. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا. قولي سي حسن، بالنسبة لي أنا مش نبدأ بمعناتها جوفي أنشيني مع سي فؤاد ومع كلام سعادة السفيرة، معناها في الليزون بوزيتيف هذوما اللي حسيناهم، فهمتني؟ والله شحنات إيجابية بالحق، معناتها والله سافي بليزيغ نهار المولد نجم حكايتك، ناس ما تخدمش وإحنا في بلاتو في الاستوديو نتاع كافي في بالضبط. معناها بلقيس فما حاجة مهمة، يعني أن سعادة السفيرة معناتها بدون واحد، انها سعاده السفيره نهار سبت عشيه في اوروبا، نهار سبت عشيه راهو سبت وحد اوف. اي صحيح، فهمتني؟ وان هي تجي
معناها تتدخل وتخصص وقت كما هذا، فهم كيفاش باش انها هي معناها تكون على موجات معناها اذاعه في تونس وكابي فيم. اولا هذا معناها دليل على احترامها الكبير لل معناها معناها المستمعين كابي فيم، ثم معناتها احترامها للأوبسيرفاتوري ايكونوميك وبارك الله فيها، ثم دليل على ان هذه انسانه تحب تخدم وتحب من موقعها انها تعمل نتيجه، فهمتني معناتها كريم الحقيقه. فوالا الاكسبسيون. انا واحد من الناس معناها جي بايو معناها لوكازيون باش اني نشكرها، مي نشكر سعاده السفيره على وانا نعاود نشكرها. ثم معناها أنا مش نقول معناها فما بيت شعر معناها في الإطار هذا يقول لك معناها قال الشعر معناها أعلل نفس بالأمال أرقبها ما أذيق العيش لولا فسحة الأمل. يعني إذا كان يعيشك يعني أنا في الإطار هذا بالحق معناها كسوا سفواد ومعناها يمثل الكونكت انترناسيونال، وأنا كان لي الشرف أنه معناها مشيت معهم البعثة متاع مالطا إديشن سبيسيال عملنا على مالطا احنا باللغة الإنجليزية. أصلا مشيت للبعثة في مالطا معناها مشيت مع البعثة معناها في مالطا يعني، وشفت معناها الخدمة والحرفية اللي معناها كان عليها معناتها الستاف والمعناها أصلا معناها بشكل لو كان الناس الكل تخدم بالحرفية هذيك في تونس اللي تخدم بها كونكت انترناسيونال كونكت بصفة عامة، فهمت كيفاش؟ يعني أنا نأكد لك أنه بقدرة الإله نوصلوا إلى أن بالحق تونس تولي معناتها لابيل دو ميديتراني. هو صحيح. نعملوا توت كوفرتور 100%. إن شاء الله. أبسوليمون. إن شاء الله. يعني بلقيس أنا تعرف أنه معناها إحنا الأوبسيرفاتوار ايكونوميك حبينا أن نكونوا تريد يونيون ما بين أفريقيا وأوروبا. فهمتني؟ وهذا ليني إديتوريال معناها قاعدين نخدموا عليه. ولكن معناتها توا بالنسبة للكونكت انترناسيونال خدمة ذوية مادام نستغل فرصة سي فؤاد بحذانا. مش نسألوا معناها سؤال صغير برشا معناتها سؤال تقني معناها أكثر منه معناها واحد. هل أنه بالنسبة لكم سي فؤاد معناها على مستوى أنكم أنتم مثلا مشيتوا في مالطا وشفت أنا معناها جورني بي تو بي، يعني شفت أنه معناها بالحق البعثة كل أفراد البعثة كان عندهم لقاءات يعني مع شركات من مالطية واللي جاوا بكثرة ومعناها وتحس أنه معناها لا ديليغاسيون تونيزيان عملت معناها الامباكت اللازم وجاوا. هل انه انتم معناها او نيفو نتاع السويفي دي اللقاءات هذوما والسويفي معناها موجود مش موجود، هل ان فما نتائج قاعده تتحقق معناها من مالطا ولا هو هذا في اطار الكلام اللي كنت نقول فيه سيبالي بتاع الحرفيه انه واجبنا انه نعملوا السويفي كيما سيرمون عملنا تقييم نتاع المشيه فماشي نقائص قبل ما تهبطوا من مطار تونس كرتاج، هذا برمي لي بيابا نتاع ليكيب نتاعنا انه نعملوا تقييم نتاع البعثه، فماشي نقائص فماشي حوايج ماذا بينا نحسنوها فماشي حوايج عجبتكم وماذا بينا نعاودوها في البعثه الجايه، هذه كيفاش لوتوكريتيك هي اللي تنجح. بطبيعه الحال فما الجانب انه نتبعوا لي زوبيراتور اللي مشاو للبعثه داير الجروب فيسبوك الجروب واتساب مازال موجود نستعملوا الجروب هذا ميسيون مال نستعملوها باش دونك فما ان سويفي فما اون سارتان سامباتي تدخل ما بين العباد، خاطر لازمك تفهم حاجه سيبالي وهذا يظل تعرفها كل مستثمر ولا كل رجل اعمال يبدا منشغل بالمصنع نتاعو ولا بالشركه نتاعو وساعات ما يلقاش الوقت باش يربط علاقات هكا ما بين بشريه نقول انا. الاطر هذه هي اللي تسمح لك باش تو غارد اون سيرتان سامباتي تو تانفورم من وبالطبيعه كي فما ان اكسبلوات عمل ولا ان نوفو كليون بالطبيعه فما لو سكري بروفيسيونيل، لكن فما اعلام يعلموا الكونيكت ونشكروهم وبارك الله فيهم المصدرين ولا المستثمرين، فما دي سكسيس ستوري حكيت عليهم حتى بلقيس اي صحيح نتاع صديقنا التونسي اللي متواجد غاديكا وقاعد يعمل في مالطا اللي عنده سوسيتي دو جيمنج سوسيتي دو جيمنج سي بارمي لي كرينو لي بلو بورتور على 3w.copser.com Je t'en la perche pour qu'on parle de ça. بالحق معناتها فما دي سكسيس ستوري، فما زاده اللي ما يلزمناش ننساوه. فما الجانب الاخر
اللي 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 روتومبي ديريكت نتاع مالطا واللي كان تري بوزيتيف. انا مع سي لطفي دياب اللي هو مدير مركزي في التشغيل مشينا المشي لالمانيا مع بعضنا وحكينا على مالطا وحكينا على اللي لاحظته الكونكت انترناسيونال في مالطا واللي لاحظوه خيان متواجدين غاديك. يقول لك اليوم في مالطا فما يدعى فما طلب نتاع 10,000 تونسي في مالطا كسوا شوفر كسوا في النزول معناتها مختلف. هذا قاعدين نخدموا عليه مع وزاره التكوين المهني والتشغيل ومع السفاره نتاع مالطا باش نحاولوا نعطيو الامل ونيفيت ان اولادنا يترميو في البحر وياكلوا الحوت يمشيو بطريقه بروفيسيونيل خاطر قاعدين نشوفوا اللي يجيبوا في عباد من اسيا يجيبوا فيهم من الصين ومن من 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 الكمبودج ومن حتى الانجليز نتاعهم مكسر. واحنا نوصوم 30 مينوت دول دوازو ونلقاو روحنا ما عندناش الامكانيه هذه. دونك تحاول المنظمه نتاعنا باش تكون عندها ان رول سوسيتال وتعاون في الاتجاه هذا. والله هو سي فؤاد انت تو حليت قوس معناها كبير في مخص النقطه نتاع معناها اليد العامله المطلوبه في مالطا. ومعناتها وانا سامحني بلقيس معناها ممكن مش نخرج شويه على اللينيا ايديتوريال نتاعك هنا فهمتني وما مثالش نحب معناها بالحق معناها جو فيما ليني لانه فما طلب كبير برشا على اليد العامله التونسيه علاش فما حاجه مهمه انه بالنسبه لل في مالطا يعني معناها قاعدين يجيبوا من لي بي ازياتيك معناها اليد العامله يجيبوا من الهند يجيبوا من الفلبين يجيبوا من كذا. هذوكم بالنسبه ليهم اولا على مستوى فما معناه لاحظوا انه على مستوى اللغه البرفكسيون معناها نتاع اللغه الانجليزيه معناها يعني لغه ما يجموش معناها ما يجموش يسيطروا عليها كما معناها بالنسبه لنا احنا الكونديدا تونيزيان. هذه حاجه. ثم انه بالنسبه لل معناها الكونديدا تونيزيان يعني عنده الفرنسيه عنده الانجليزيه وعنده العربيه باعتبار انه توا افونتاج كبير برشا هيك علاش توا السوق المالطيه حلت يديها فهمتني لل اليد العامله التونسيه. بون هوني مالوريزمون انه فما اشكاليه اطرحت وهذه حتى ساعات السفير حكينا فيها وقت في الـ في في العيد الوطني المالطي اللي حضرناه وحكينا شويه مع ساعات السفير فيما يخص انه فما اشكاليه انه معناها فما برشا عقود اللي جات من مالطا بالترخيص العمل واضح من ايدي مالطا بترخيص العمل واضح بالاوراق الكل منظمه مريقله معناها مريقله معناها يعني انه اي معناتها طالب شغل جات اوراقه من المفروض انه في السفاره هونية يعني ياخذ التاشيره نتاعو ولكن مالوريزمون انه تجي الاوراق الكل مريقله منظمه فما هونية مطلوب منهم كان معناها بعض الاوراق اللي هي معناتها واحد خاطر لون سيجور يعني وياخذوا رفض يعني هذه الاشكاليه حتى بالنسبه للسفاره كسفاره مانيش نحكي على فهمتني مانيش عارف انا فين الاشكاليه موجوده يعني مالطا ترسل الموافقه ترخيص العمل موجود ثم هوني فما رفض يعني الاشكاليه هذه خلات انه بارشا معناتها الناس اللي تستنى في معناها انها تمشي خاطر بالعقود نتاعها وما مشاتش دونك الاشكاليه بالنسبه للواحد هذه يلزمها تتحل المشكله هذه فهمتني ولو انه كما قال سي فؤاد انه تبارك الله طلب معناها كبير برشا للسوق المالطيه لليد العامله التونسيه كسوا في النزول كسوا سائقين كسوا يعني سي بالي انا متاكد اللي بوتيتر معناتها اون بارل دو كا سبيسيفيك ولا كا بارتيكولير وما بصفه عامه كما قلت سيادتك تو الطلب موجود الطلب موجود ويلزمنا نتجاوزوهم النقاط هذوما وقت اللي نتصلوا اعلى هرم السلطه اللي هو في الاطار هذا يمثلوا يتمثل في السفير نتاع مالطا في تونس اللي لازم يلقى لنا حلول. فما حكايه فورماسيون فما حكايه الانجليز بوتيتر ناقص شويه بالنسبه لاولادنا يلزموا يتحسن. اي صحيح. فما بيرفكسيونمون فما قطاعات معينه وانا مشيت غاديك وشفت انا مشيت بعدكم بجمعتين شفت معناتها بالحق حتى اون تيرم دو فيزيونومي معناتها كي تلقى ازياتيك قاعد يسربي في ديزيروبيان مش كيما احنا التوانسه اون باس بور نو سوم دي ميديترانيان دونك اون باس بوكو ميو لي توريست تحسهم يتقلقوا من البريزونس دي ازياتيك دونك هذا استنى تو اون نوتر فافور واحنا
برجعنا بنسانا كي العادي لازمنا نضربوا على الطاوله. خويا تتحلي المشكله هذه خاطر نعرفوا فما اون سيليكسيون او بري سيليكسيون فما بال دي 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 زونترتيان يتعملوا اترافير سكايب واحد وكذا اوراق نعرفوها معناتها باش نحاولوا نتجاوزوا ونلقاو ثنيه كيما نقولوا قص عربي الاولاد نتاعنا اللي ماذا بيهم معناتها نعرفوا عندنا تو نتاع شوماج راهو تو شوماج نتاعنا وهذا معناتها اوني 15.3% اليوم اوني معناتها لي زانديكاتور ايكونوميك معناتها يلزمنا نلقاو متنافس للاولاد نتاعنا اون اتوندون دي جور ميور دونك بارمي الحوايج هذوما البلدان اللي راهو نصوم 30 مينوت راهو لافاليت تطلع الطياره وتهبط معناتها نشرب قهوه من تونس نشرب قهوه في مالطا جيبي في في ديزازياتيك مع كل احتراماتنا للازياتيك عندهم معناتها اسقاع اخرى ينجموا يخدموا فيهم مالطا سي سي ابروكسيميتي يلزمنا نلقاو حلول والحلول باش نحاولوا نوجدوها. شوف سي فؤاد معناتها تو الحل انه معناها وعد سعاده السفير نتاع مالطا باش الاشكاليه هذه خاطر ولات اشكاليه كبيره برشا باعتبار انه يعني الشركات ونزل اصلا المالطيه اللي بعثت يعني بعثت ملفات معناها العقود ومعاها تاريخ العمل وبعثت كذا ومعناها فما عملت مراسلات حتى للسفاره نتاعها هونيه معناها اصلا في الـ في, الـ في الديليغاسيون وزير الخارجيه نتاع مالطا يعني إلي كونسيون بالموضوع هذا وقال معناها مش يحاولوا يلقاوها. الإشكالية أنه فما بارشة معناها عراقيل اللي نجموا زادة احنا من جهتنا زادة السلطة التونسية يعني ممثلة في وزارة الخارجية أن معناها معناها توقف على الموضوع هذا ومعناها في كل الحالات كما قلت معناها احنا تبارك الله 60 دي جون يحبوا يمشوا يخدموا على رواحهم يحبوا معناها ما عادش يحبوا أنهم يرميوا رواحهم في 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 المجهول يعني وقت اللي هو بعقد عمل وترخيص عمل ومش يمشي يقول لك انا ما يقلقنيش انا اليوم مش ناخذ شهريا معناها 800 اورو 1000 اورو فهم كيفاش ومستعد اني نخدم ونعمل سوايع زايده فهمت ولا اني انا نمشي معناها هكاك في الابسوليو دونك معناها هذا التضافر الجهود هذا وانا نرجع للكونكت انترناسيونال اللي هي بارك الله فيها معناها قاعده تحاول انها فين ما فما امكانيه نتاع انه دخل رجال اعمال فين ما فما إمكانية أن تدس معناتها في لعجلة الاقتصاد يعني هي موجودة وأنا واحد من الناس معناها نشكر بارك الله الموجودة فيك. سي فؤاد كلمة الختام أنا نجدد شكري للإكيب نتاع كاب اف ام والإكيب نتاع المجلة نتاعكم نشكرك برشا زدة بالحق معناتها هي رائدة من الروائد في أوروبا وفي وتحاول تعمل دور كبير برشا الفيزيبيليتي نتاع لي زون دافير تونيزيان في اوروبا نحييكم على المجهود هذا نهار مولد سعد جدا حتى احنا زاد بارتي منه معاكم باش حكينا بكل تلقائيه وما غير كيما نقولوا بالعربي ما غير غواندوات حكينا على الوضعيه حكينا سي كونفيفيال سي كونفيفيال سي تري بو نعاود نجدد انبهاري بالبحر قدامنا هكاك وانا في استوديو بالحق حاجه خارقه للعاده نحيي سي بالي نحيي بلقيس على عايشك وانا زاد على السبونتانيتي نتاعك وعلى الجو الباهي اللي تخلقه في البرنامج نتاعك نحيي سيد المخرج وكل ايكيب بارك الله فيكم يعطيك الصحة نشوف فاس صغير ونرجع معكم لوكسيرفاج لاكونوميك اوروبا